الباب، انا جايه اهو. الله، مالك مستعجل كده ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ايه الشنط الكتيره قوي اللي معاك دي؟ هو انت طالع بيها كده على السلم؟ هو انت ما خدتش بالك ان امك فاتحه الباب على اخره تحت؟ واولاد اخوك عمالين يلعبوا كده على السلم وشايفين اللي رايح واللي جاي، وانت طالع كده وماشي بكل الشنط اللي معاك دي كتيره قوي كده عادي يعني من غير اي حاجه في دماغك؟ ما فكرتش؟ انا بصراحه مش شايف فيها اي مشكله. فيها ايه يعني لما اكون طالع واولاد اخويا بيلعبوا على السلم، ولا شافوني وشافوا الاكياس اللي في ايدي، ولا تكون امي فاتحه الباب وشافتني؟ ايه يعني انا مش شايف فيها مشكله يعني؟ هو ايه ده يعني اللي يعني ايه؟ اكيد العيال حطوا عينيهم على الاكياس ودبوا عينيهم فيها وعرفوا ايه اللي في الاكياس كمان، ومش بعيد يطلعوا يقولوا لامهم ولابوهم ده عمه جايب وجايب وجايب. وشويه شويه هتلاقي الباب بيخبط وهتلاقيهم هم اللي جايين. قال يعني يا اخويا شوف بقى، مفكرين يعني قال يعني جايين يسلموا علينا ويطمنوا علينا يعني؟ بس هم اكيد جايين عشان اللي في الاكياس يا اخويا. ما انا قلت لك 100 مره يا محمد لما تيجي جاي ابقى رن عليا التليفون عشان اامن كده البيت، وابص على السلم واشوف حد موجود عليه ولا لا، حد طالع ولا نازل، واشوف امك فاتحه البيت كده ولا فاتحه الشقه ولا الباب ولا لا، بدل ما الحاجه تتشاف كده وفي الاخر يجي لنا تسمم. ولعلمك بقى، وانا طالع فعلا باب الشقه بتاع امي كان مفتوح، ودخلت قعدت عندها شويه وسلمت عليها واديتها شويه فاكهه من اللي انا جايبه. ليه ان شاء الله يا اخويا؟ هو انت جايب كام كيلو يعني عشان تدي شويه فاكهه من اللي انت جايبهم لامك؟ وايه المشكله يعني لما اديها شويه فاكهه من اللي انا جايبه؟ فيها ايه يعني لما اديها 70 موز ولا مشمشتين ولا خوختين؟ وخلي بالك برضو، وانا طالع لقيت ولاد اخويا قاعدين بيلعبوا على السلم، واديت لكل واحد خوخايه في ايده. ايه يا اخويا كل اللي انت وزعته ده؟ هو احنا قاعدين على بنك ليه؟ انت جايب كام كيلو؟ ليه ان شاء الله؟ هو انت جايب قد ايه فاكهه بقى ان شاء الله علشان تفرق كل ده عليهم؟ يا حلاوه يا ولاد. ولما يبقوا عيال اخوك بقى يا عين امك يطلعوا كده لاخوك ويقولوا له ده عمي ادالنا خوخ، ولما يجوا بقى يخبطوا عليك ويقولوا لك عايزين فاكهه تاني كل شويه، حضرتك بقى يا استاذ هتبقى مبسوط وفرحان؟ حكم اخوك يا اخويا هو ومراته بيبصوا لنا في الحاجه، هيحصل ايه يعني لو رنيت رنه وانت تحت ونزلت لك السبت وحطيت الاكياس وتطلع كده ايدك فاضيه؟ فيها ايه يعني؟ عشان محدش يسألك انت جبت ايه ولا شايل ايه، ومحدش يبص لنا في الحاجة. يا شيخة حرام عليكي، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ده انت صعبة جدا. فيها ايه يعني لما اديهم حاجة من اللي انا جايبها؟ بعمل حاجة لوجه الله يا شيخة. فيه يا اخويا ان الحاجة غالية والحاجة هتخلص، ده الحاجة انت عارف يا دوب بتكفينا بالعافية، تقوم انت بقى تفرقها لي؟ يا حلاوة. انت ناسي يا اخويا ان احنا عندنا اولاد وبيحبوا الفاكهة والخوخ، وانت رايح لتوزع خوخ على اولاد اخوك وامك؟ ليه ان شاء الله؟ احنا اولى بالحاجات دي، ده ملك انت وتعبك وشقاك، بتوزعه ليه؟ لا اله الا الله، ده انت حرام الواحد يقف يتكلم معاكي في موضوع كده يا شيخ، ده انت صعبه قوي. بقى انا برضو اللي صعبه يا اخويا؟ يا اخويا روح بص على نفسك وانت جايب الحاجه وعمال تفرقها على اللي يسوى واللي ما يسواش. ولا الست اللي قاعده لنا تحت وفاتحه شقتها على البحري قال ايه؟ عشان تبص على اللي طالع واللي دخل وتشوف جايبين ايه وبنعمل ايه، قاعده عماله تتفرج على اللي طالع واللي نازل واللي شايل واللي محمل. استغفر الله العظيم يا رب، دي ست بومه. دي ست سيبك بقى من الهري والكلام الفاضي ده، قولي لي طبخت ولا لسه؟ عشان جاي من الشغل على رحم بطني. ايوه يا سيدي طبخت، عملت لك مكرونه سباكيتي وبانيه. ها حط ناكل ولا ايه؟ ايوه طبعا حطي الاكل، ده انا هموت من الجوع، ما تستنيش انا جعان جدا. طب روح بس غير هدومك وما تخلص هتلاقيني حطيت الاكل. كده الاكل بقى متظبط وفل الفل وايه تمام التمام. ما يلا بقى يا محمد، الاكل سخن وريحته جميله، انت كده هتخلي الاكل يبرد. الله خلاص يا ستي ما تزعليش، اديني جيت اهو، ما تتاخرتش يعني ولا حاجه. الله الله الله، ايه الاكل اللي يفتح النفس ده؟ ايه يا ست كل الحلاوه والجمال؟ الاكل ما شاء الله ريحته حلوه قوي، واكيد برضه طعمه هيبقى جميل. شوف مش انا قلت لك اهدي بقى الحاجه اللي تزهق بجد؟ هتلاقي اخويا حد من ولاد اخواتك او امك جايين عشان يشموا ريحه الاكل او الفراخ. اهو انا كده عارفه حظ المنيل، لما اعمل اكل وابقى مبسوطه وفرحانه لازم يطلعوا لي ويعكننوا عليا وقت الغدا. الحركات دي انا عارفاها وحافظاها. روح يا اخويا افتح لولاد اخوك او امك. يلا يا اخويا روح يا اخويا افتح لهم، خليهم بييجوا يبصوا على الاكل وياكلوه كمان، مش مهم احنا ناكل ولا نطفح النهارده عشان يرتاحوا يا اخويا. تستهدي بالله يا بنتي، استني بس اما نفتح الاول. ماما اهلا اهلا يا ماما، اهلا يا ست الكل، تعالي يا حبيبتي تعالي اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. اه تعالي تعالي يا ماما اتفضلي، اكيد شمت ريحه الاكل وعارفه ان انا عامله اكل حلو وجاي عشان تاكله وتمدي بوزها فيه. تعالي يا اختي كل الاكل واحنا مش مهم نطفح ولا ناكل النهارده. ايه اللي في ايدك ده يا ماما؟ هيكون ايه يعني يا اخويا؟ اكيد جايبه كيس عشان تلمي فيه الاكل.
ده سمك يا حبيبي، سمك يا عين امك، سمك تونه. ما انت عارفه يا حاج ان انا ما بحبش السمك ولا بطيق ريحته اصلا. ما هو انا عارفه يا حبيب امك ان انت ما بتحبش السمك ولا بتطيقه. ما هو انت بقى ابني وانا عارفك بقى. بس انا عارفه ان مراتك بتحبه، بتحب السمك قوي، وهي ما بترضاش يعني تطبخه هنا في البيت علشانك، عشان عارفه ان انت ما بتحبوش ولا بتطيق ريحته. وانا بقى علشان عارفه ان مراتك بتحب السمك وبتموت فيه، طبخت كده النهارده السمك والتونه وعارفه انها بتحبه، قلت اما اطلع لها طبق كده تاكله يعني من نفسها، اكمنها ما بتعرفش تجيبه وانت هنا. سيبها والنبي يا حبيبي تاكل السمك ده عشان هي بتحبه قوي. طب لحظه واحده يا حاجه لحظه. تعالي تعالي يا استاذه رنا. نعم يا استاذ محمد نعم، عارفه انت عايز مني ايه وبتناديلي ليه. هتقول لي حط لماما اكل مخصوص علشان تاكل معانا، مش كده؟ انا عارفه عارفه. لا تعالي تعالي، دوم اصلا جايه مخصوص عشانك. تعالي. ايه جاي عشان انا مخصوص ليه بقى؟ ان شاء الله. تعالي بس وانت هتعرفي. تعالي. ايه ده سمك من اللي انا بحبه. ايوه يا حبيبه قلبي، ده سمك من اللي انت بتحبيه، وانا قلت بقى طالما طبخته قلت اما اجيب لك منه طبق علشان تاكلي منه على طول. بس انت يعني ما بتطبخوهوش في البيت عشان خاطر جوزك ما بيحبوش ولا بيحب ريحته اصلا. انا قلت بقى اجيب لك سمكيه كده تقزقزي فيها كده وانت قاعده، ما انا عارفه ان انت بتحبيه. ايه ده يا حماتي، انت طالعه هنا مخصوص بنفسك علشان تجيبي لي السمك ده علشان اكله؟ امال ايه يا حبيبتي، طبعا ما هو انت زي بنتي برضو. يلا بقى دقيق وقولي لي ايه رايك في اعمال ايد حماتك. متشكره قوي يا حماتي، مش عارفه اشكرك ازاي والله، كتر خيرك بجد يا حماتي. معقوله تكون انت عامله السمك ده وجايباه مخصوص علشاني؟ والله كتر خيرك ان انت افتكرتيني اصلا. طبعا هو انا عندي اعز من مراتي ابن حبيبتي، بجد بشكرك قوي يا حماتي، مش عارفه اشكرك ازاي. تعالي بقى كل معانا، والله انت اتغدي معانا النهارده. لا يا حبيبتي كلوا انتوا بالف هنا وشفا على قلبكوا، انا عايزه انزل شقتي عشان الحق اكل السمك بتاعي تحت، اصلا انا بحب اكله وهو سخن، انت عارفه لما يبرد ما يتاكلش. عاوزين مني اي حاجه يا ولاد؟ انا هنزل شقتي بقى عشان الحق اكل السمك بتاعي. استني بس يا ماما، تعالي اتغدي معانا وسيبي السمك ده للعشاء، مش هيتغدوا حاجه يعني ولا هيطير. ايه حبيبي كلوا بالف هنا، عن اذنكم انا بقى. شايفه يا رنا اللي انت عملتيه؟ شايفه امي اللي انت ما كنتيش عايزه تفتحي لها الباب وخايفه انها تيجي تاكل اكلك؟ اهي جايبه لك سمك وعاملاه مخصوص وجايباه علشانك، علشان انت تاكليه، علشان عارفه ان انت بتحبيه، مع ان هي عارفه متاكده ان ابنها ما بياكلوش، لكن هي عاملاه مخصوص علشانك انت. اسكت يا محمد، ده انا مكسوفه من نفسي حته كسفه ومش عارفه انا عملت كده ازاي. ما تزعلش مني يا حبيبي، ما تزعلش مني، اصل هما متعودين دايما يطلعوا على ريحه الاكل. وعيال اختك ساد ما بيشوفوكوا في ايدك اكياس بيطلعوا جري وراك. يا ستي حرام عليكي، دول اطفال صغيرين ما يعرفوش ولا يفهموا اي حاجه، لما بيشوفوا الفاكهه قدامهم بيبقى نفسهم فيها. ايه يعني لما اطلع لكل عيل اي حاجه كده من الفاكهه اللي انا جايبها علشان اراضيهم؟ دول اطفال واولاد اخواتي. يعني انت لو ولاد اخواتك شايفين معاكي حاجه مش هتدي لهم منها وتراضيهم؟ لا يا حبيبي عندك حق وكلامك كله صح، وانا اللي غلطانه، استغفر الله العظيم يا رب، الشيطان كان بيضحك عليا. شفتي بقى لما بتقدمي خير ربنا بيديلك الخير ده وبيضعفهولك كمان وبيقعدهولك في سكتك. عندك حق يا حبيبي، انا فعلا كنت غلطانه، انت فعلا لازم تراضي مامتك وتدي لها من اي حاجه بتشتريها. وانا من النهارده اوعدك هتغير وما عدتش هتكلم في الحاجات دي تاني خالص، ولا هقولك اديت لي مين ولا اشتريت ايه ولا عملت ايه. وانتوا كمان يا جماعه لازم تفهموا الكلام ده كويس، لازم تكبر بخاطر امك او حماتك، لو ساكنه معاك في البيت وانت شاري حاجه ايه المشكله لما تدي لهم منها؟ مش مشكله، ده انت بتراضيهم ربنا كمان بيرضى عنك. ولما تشوف اطفال صغيرين حتى لو هم مش ولاد اخواتك ولا قرايبك لازم تراضيهم برضو باي حاجه انت من اللي انت شاريها، ده جبران الخاطر، ده حاجة كده على الله، وربنا يجازيكم كل خير.